نرحب بيكم. وحدة الكلى بمستشفى المنصورة الجامعي قسم الباطنة بترحب بالحضور وبترحب بالضيف العزيز الأستاذ الدكتور عبد المجيد النحاس أستاذ أمراض الكلى في جامعة شيفيلد في يو كي. الحقيقة شرف كبير لنا، أول مرة يشرفنا في قسم الباطنة، وإن كان شرف مركز الكلى قبل كده في أكثر من مرة، وشرف المنصورة مرتين ثلاثة تانيين من ضمنهم المستشفى الدولي، وحضر مرة لقاء مع تقريبا في نقابة الأطباء في الماستر كلاس في النفرولوجي من حوالي سنة ونص أو سنتين. الدكتور عبد المجيد يعتبر هو السكند بروفيسور ليا في النفرولوجي بعد الدكتور محمد صبح اللي بدأ معايا النفرولوجي هنا، والفضل الكبير اللي يمكن في تعليمي الطب ما أحط كده من ستاي وأنا طالب كان الدكتور زكي شعير، وانا طبيب لسه مبتدئ الاستاذ دكتور رفاعي، ولما كنت في مركز الكلى كان الدكتور محمد صبح. والبوابه بتاعتي للنفرولوجي بعد كده بعد الدكتوراه كان الدكتور عبد المجيد النحاس. الحقيقه يعني عمل معايا مجهود كبير، وكل اللي قابل عبد المجيد حس ان هو يستطيع انه يعمل نقله حضاريه وفكريه وعلميه لاي شخص بيتعامل معاه في المجال العلمي. دكتور عبد المجيد بيشرفنا هنا. الحقيقه هو امبارح كان عنده ظروف صعبه، كان جاله اكيوت سياتيكا وكاد يعتذر عن المجيء، وكنا بنستعد ان احنا نوظف بلان بي للاسف الشديد، لكن الحمد لله هو يعني تحمل على نفسه النشاط وخد المسكنات اللي اتكلمنا الناس عنها علشان يحضر. ان شاء الله النهارده هيبقى نتكلم على بروز اند كونز، وهنتكلم على قضايا يمكن تحتاج لبيت ديسكشن كتير، لكن احنا عندنا شورتج اوف تايم، فارجو ان احنا نستيك تو ذا تايم، وهنقفل الديسكشن يعني ساده رؤساء الجلسات هنقفل الديسكشن عند نهايه الوقت، حتى لو كان الموضوع يعني يحتاج لديسكشن اكتر. ان شاء الله هيبقى في بعد كده في ايام جايه سيشنز ثانيه وثالثه علشان نغطي الديبيت اللي عمره هيخلص. دكتور حسين هيبدا يدير الجلسه عندنا. في البداية طبعا قبل ما نقدم الكيس برزنتيشن، سعادة كبيرة ليا شخصيا ولكل الناس العاملين في مجال الكلى ان يبقى معانا الدكتور عبد المجيد النحاس، قامة رافية وعالية واستاذ الاساتذة ومعطاء في كل المجالات، ويعني انشأ الماستر في شيفيلد، وبعد كده لما ساب الماستر بقى بعد الريتايرمنت لقى جوان اكاديمي، والله اكلم دي بس نفرولوجي، واعتقد ان هي انا يعني اتمنى ان هو يعمل دراسه على فائدتها على النفرولوجي كارير، واعتقد ناس كتير حبت النفرولوجي بعد ما الدكتور عبد المجيد بدا الوان اكاديمي اديوكيشن. علشان الوقت الدكتور ناجي قال عليه هنموف للفيرست كيس برزنتيشن. دكتور كريم نجاتي. بداية عنوان السيشن ده بتاعنا ان شاء الله هيكون في بايوبسي، يعني هنتكلم في الكونتروفيرس حوالين البايوبسي، وبالتالي هي مش هتكون كيس بالظبط، هتبقى هو السؤال. انا عرفت حالة ونسأل عليها سؤال، هل تو بايوبسي او جست كيس اور نوت؟ Our patient is about 24 years old female with no significant past medical history. 6 months ago she started to complain of red elevated and itchy rash on both lower limbs. This rash was diagnosed by a dermatologist as urticaria rash and was treated by some unknown medications without improvement. 1 month ago she started to complain of fever and joint pain, so she was admitted to our hospital. First examination there were bilateral knee arthritis, malar rash. Blood pressure was 130 over 80, temperature was 38.5, no lower limb, no mouth ulcers, no rash, normal chest, cardiac, and abdominal examination. Some investigations were done, and the result was hemoglobin 10.5, thrombocytic anemia, there were lymphopenia less than 1,000 per cubic centimeter,
انا was 7.5 about 7 fold increase. Under strand was 403 about 8 fold increase. ESR was 105 millimeter per hour. C3 and C4 were consumed. CRD, creatinine was normal. CRB was negative. Creatinine was normal. Anticardiolipin and thrombus anticoagulant both are negative. Urine analysis shows RBCs between 25 and 30, they're high power filled. No blood cells, no crystals, no cuts, and no peripherally. 24-hour urinary protein collection with 80 milligram. So the diagnosis was a case of systemic lupus with isolated hematuria. What about doing renal biopsy for this case? So we'll proceed to the Hadra, and then the Dr. Amadid, I got us the address of the Hadra, and then I'll have a discussion. What about Dr. Bad? بسم الله الرحمن الرحيم. شرف كبير ليا طبعا اكون قدام دكتور مجيد النهارده واستاذ اساتذته كلهم، دكتور الصبح، دكتور حسين، استاذنا الدكتور صلاح، دكتور ناجي، واتمنى ان شاء الله يبقى يوم جميل وموفق لنا باذن الله. ان شاء الله النهارده هنتكلم على بعض البروس اند كونز رينال بايوبسي. الديبيتس كتير جدا في رينال بايوبسي، فانا يعني اختصرت جزء منها. هو اول فكره ان احنا نعمل بنتريشن للكيدني شارب اوبجكت ما كانتش موجوده في الانسان. هذا الكلام ده كان موجود في بيرد او باروت اسمه كيا او نوستروتابيلس. البارود ده كان بيعيش اصلا في الاول في استراليا، وبعدين كان بيتغذى على الجرينز وعلى الفيجيتابلز، وكان بيطلق عليه هاني ايتر. الهابيتات بتاعته اتغيرت او استوطن في ساوث ايلاند في نيوزيلاند، فبدا يبقى اونيفور، ياكل بلانت وانيمال اوريجن. وكان كان بيكير الشيب بالمنظر ده، بيقف على الدورسال سيرفيس بتاعه بيعمل بنتريشن بالبارود بالبيك بتاعه ده، يعمل لاسريشن للكيدني ويعمل هيمورج ويبدا ياكل الشيب. بدات البايوبسي في 1950 عن طريق ايفرسون وبيرن. دول اول ناس عملوا فيرست رينال بايوبسي. كانت بتعمل باسبيريشن، يعني كان بيقف سيتنج، بعمل الاول اي في بي، بحدد احط مارك، بعمل لوكاليزيشن لور بروفايل كيدني، وبنعمل سكشن او اسبيريشن للكيدني. لكن الريزلت ما كانش ساتسفاكتوري. طورها بعد كده كارت ميوريك في 1954. دول اول ناس بداوا يعملوا البايوبسي في البروموزيشن، لكن كانت بلايند برضه وكانت جايدد باي في بي. واتطورت الامور لحد ما وصلت في المرحله اللي احنا فيها دي للبايوبسي جانز والايمجنج طبعا والريال تايم التر ساوند. ودي صورة صورة النيدل اللي كانوا بيستخدموها في الأول اللي هو الكاربوميريك اسمها فيم سيلفر مانيدل. ودي كانت أول بروف طيب إن إحنا يبقى فيه شيس وفيه تراك إن إحنا ناخد فيه التشو. دي أول نيدل اللي اتعملت ناخد بيها رينال بايوبسي. البايوبسي بصراحة لها فاليو كبيرة جدا في النيفرولوجي، ونقدر نقول إن هي أوريجينال دايجنوستيك تول ذات أوبن ذا دور فور نيفرولوجي تو بيكام أصابع سبيشالتي باي أنلوكينج ميني أوف ذا ميستريز أوف ذا باستوجينيسيس أوف سيستميك أند برايمري بروميرسيس. إت إمبروفد ذا كير أوف أور بيشنتس باي ديفاينينج ذا دايجنوستيس prognosis and by directing the therapy. في study اتعملت على 276 intervenal biopsy management was altered in 42% of cases. وفي 3 years prospective study involving 80 patients the predicted histological diagnosis changed في 44% of cases. prognosis changed 57% of patients. والثيرابي changed in 31% of patients. الديبيتس كتير زي ما قلنا في رينال بايوبسي، لكن انا هخسرهم كده في بعض الحاجات المهمه اللي احنا امتى نعمل بايوبسي لدايبيتيك بيشنت، اعمل بايوبسي لا ولا لا في الدرلي بيشنت، وايه الفاليو بتاعت البيت بايوبسي اللوبس نفرس. هنبدا اول حاجه في رينال بايوبسي لدايبيتيك بيشنت. الدايبيتيك نفروسي از ناو ذا ليدنج كوز اوف انديستيجنال ديزيز ان ذا ديفلوبد ورلد. اكومن هيلد اوبينيون از ذات بيشنت واز دايبيتس ودفلوب بروتونوريا
in the presence of other microangiovascular complications such as retinopathy are likely to have diabetic retinopathy. And thus, renal biopsy will provide little diagnostic, prognostic, and therapeutic value. لكن المعتقد السائد about diabetic patients لسنين بسيطة من قبل كده. هنشوف بعض البيبرز أو بعض الستاديز اللي أجينست ويز مع الأوبينيون دي وأجينست دوينج رينال بايوبسي. الستادي دي كانت بعنوان كلينيكال فيرسس هيستولوجيكال دايجنوست أوف دايبيتيك نيفروباثي إز رينال بايوبسي إز ريكوايرد إن تايب 2 دايبيتيك بيشنس ويز رينال ديزيز. دي كانت منشورة في 2011. هما خدوا 84 بيشنت ويز تايب 2 دايبيتيس أند إنستيجنال ديزيز. اتعمل لهم بايوبسي 14 منهم كان بيفور فيرست دايس سيشن و70 منهم بوست مارتم بعد الدس. هيستولوجيكالي كان الدايجنوزس يا إما دايبيتيك نيفروباثي يا إما فاسكولار نيفروباثي. وكانوا الهيستولوجيكال دايجنوز بريدكت الكلينيكال دايجنوز قبل البيبس. الكلينيكال دايجنوز كان يا اما دايبيتيك نيفروباثي يا اما فاسكولار على اساس الكريتيريا دي. وجود بروتونوريا مع نورمال يورين سيدمنت مع نورمال كيدني سايز مع دايبيتيك ديوريشن اوفر 10 ييرز كان سبورت دايبيتيك نيفروباثي. وجود نورمال يورين ستيتس مع نورمال او نيو نورمال بروتين اكسكريشن وشرينكج اوف ذا كيدني بلس اور ماينس نص بلين ارتري كان بيسبورت الفاسكولار او الاسكيميك نيفروباثي. جم يقارنوا دين الشريحه اللي او المجموعه اللي كانت مشخصه كدايبيتيك نيفروباثي. ده كلينيكال دايجنوزس كان بوست فور دايبيتيك نيفروباثي كان حوالي 67% قبل البايوبسي. بعد البايوبسي 63 منهم فضلوا بوستيف واربعه بس اللي بقوا نيجاتيف. والمجموعه النيجاتيف اللي هي كانت تشخيصها اسكيميك نيفروباثي او فاسكولار كانوا 17. 14 فضلوا نيجاتيف زي قبل البايوبسي وثلاثه بس اللي كانوا بوستيف وكان السنسيفيتي عاليه جدا 95% وسبيسيفيتي 78%. وكان الكونكلوجن بتاعهم ان السنسيفيتي اوف كلينيكال دايجنوز از فيري هاي فور دايبيتيك نيفروباثي از ويل از فاسكولار نيفروباثي and renal biopsy is not required in the majority of type 2 patients in whose interstitial disease especially in patients who express all clinical criteria. لكن بدا في الفتره الاخيره بدا يظهر بيبرز ويز البيوبسي واجينست الاوبينيون دي من ضمن البيبرز اللي كانت منشوره في 2002 ان ديفرنت باترن اوف رينال دامج ان تايب 2 بيشنت في مال سنتر ستادي كانت انفولفينج 393 عيان تايب 2 دايبيتيك بيشنتس من سنه 77 لسنه 2000 عملوا بيوبسي في نيفرولوجي ديفيجن في بعض الجامعات الايطاليه تورينو ونوفارا اند برجامو كانوا بيستخدموا اثنين بولس للبايوبسي. البايوبسي في تورينو ونوفارا كان حاجه اسمها ريستريكتد بولس يعني بولسي واز سترونج انديكيشن فور بايوبسي جاست از ديفروتيك رينج بروتونوريا رينال امبيرمنت اكتيف رينال سيدمنت ماركت رينال امبيرمنت. لكن في برجامو السنتر كان بيستخدموا اون ريستريكتد بولسي اللي هي مينيمال بروتونوريا مع ويز اور زاويت رينال امبيرمنت. هيستولوجيكالي سب ديفايدد الكيسز لثلاثة كلاس. كلاس 1 كان اسمها دايابيتيك جلومينال سكلروزس. كلاس 2 هايبر تنسيف اسكيميك جلومينال تشينجز. كلاس 3A كلاس 3 كان اسمها كلاس 3A و 3B. 3A معناها في اذر جلومينال نفرايتس مع الدايابيتيك وكلاس 3B جلومينال نفرايتس وزود دايابيتيك نفروز. الريزلت لو ان في 40% موجوده في كلاس 1 اللي هي دايابيتيك نفروز 16% موجوده في كلاس 2 اللي هي اسكيميك نفروز وكلاس 3 اللي هي معاها اللي فيها جلومينال نفرايتس وزود دايابيتيك نيفروباثي كانت 44% من الحالات. واتعمل اناليسيس ثاني اكوردنج للبوليسي المجموعه اللي استخدموا فيها ريستريكتد بوليسي على سترونج انديكيشن المتوقع طبعا لقيت كلاس 3 نسبه عاليه جدا 57% نافع جلومر فرايتس 13% منهم معاهم دايابيتيك نيفروباثي سوبر ادد و44% منهم مش معاهم دايابيتيك نيفروباثي. لكن المجموعه اللي استخدمت اوبن بوليسي او الانريستريكتد بوليسي دي اوقع شويه على مدار البريفلنس لو النسبه في الجلومر فرايتس حوالي 33% 22% منهم معاهم دايابيتيك نيفروباثي و11% مش معاهم دايابيتيك نيفروباثي في نسبه عاليه جدا كانت موجوده في الحالات دي عندهم اذر جلومينال فايس. والفريكونسي الجلومينال فايس ممبرنس واي جي اي وبوست انفكشنز وكان الكونكلوجن بتاعهم ان الفريكونسي اوف رينال تشينجز ان بيشنت وذ تايب 2 دايابيتس ار فيري فريكونت اند سجست مور اكستنسيف يوز اوف رينال بايوبسي تو اوبتين ريلايبل بروجنوستيك انديكيشنز اند بلان اريشنال ثيرابيوتيك ابروتش. الكلام ده برضه كان سبورتد بستادي ثانيه في 2013 على 620 عيان في كولومبيا رينا الباثولوجي لابوراتوري في 2011 الانديكيشن رينا بايوبسي كانت اكيوت كيدني انجري اون توب اوف سي كي دي او اكيوت كيدني انجري وذ نو بيز ليفل اوف بروتونوريا هاي ليفل اوف بروتونوريا اند بوست سيرجيكال تيست وبتصفات برضه من 3 كاتيجوريز دايابيتيك نيفروباثي الون دايابيتيك نيفروباثي ويز سوبر امبوز نون دايابيتيك رينال ديزيز او نون دايابيتيك رينال ديزيز الون. البريفالنس برضه كان عالي وكان 63% من الحالات معاهم نون دايابيتيك رينال ديزيز سواء كان مع دايابيتيك نيفروباثي او وزود دايابيتيك نيفروباثي وده كان البريفالنس اوف كيسز. وكمان اتعمل مالتي فيريت اناليسيس للاسوسيشن بتوين الكلينيكال بريدكتورز فور بريزنس اوف نون دايابيتيك رينال ديزيز لو ان الموست سيجنيفيكانت هنا ديوريشن اوف دايابيتس وكان الاوز ريشيو كان السيجنيفيكانس بتاعتها كان 0.004 والاوز ريشيو بتاعتها كانت 95% دي يعني معناها ان وجود لارج لونج ديوريشن اوف دايابيتس اجينست بريزنس اوف نون دايابيتيك رينال ديزيز
وقالوا ان الميديان ايج فور بريزنس اوف دايابيتيك نيفروباثي حوالي 12 سنه. وكان الكونكلوجن بتاعهم ان حوالي ربع الحالات عندهم مالينا بايوبسي كانت بتفورم من بيشنت ويز دايابيتس. جاديشا زيوز اوف رينال بايوبسي هاز ان كفر ان نون دايابيتيك رينال ديزيز اور سورب ان موست دايابيتيك نيفروباثي ويت ان اس ايمرجنج امبورتنت. الحقيقه جايد لاينز يعني اثبت في هذا الموضوع واتحط جايد لاينز الاستادي او البيبر ارتكل الجميله دي اتنشرت في 2014 في كيدني انترناشونال وقالوا انديكيشن معينه ان نعمل فيها بايوبسي دايابيتيك بيشنت. اول حاجه نيفروتيك رينج بروتونوريا بات ابسنس اوف اذر دايابيتيك مايكرو انجيوباسيك كومبليكيشن سبيشال ان تايب 1 دايابيتس. تاني حاجه دايابيتس اوف انسفيشنت لينس اوف تايم فور نيفروبس تو ديفلوب لو حوالي 10 سنين. بيشنت ويز مينيمال كوموربيديتي ان هوم اميونو سبريسيف تريتمنت فور ان التيرناتيف دايجنوز مي بي كونسيدر مع ان نقدر نستعمل اميونو سبريشن ولان الترانسبشن شوت بي كونسيدر الناتشرال هيستوري بتاعه يتغير بمعرفه الاوريجينال كيدني ديزيز دي الانديكيشن ان انا بيوصل دايابيتيك بيشنت. بعد كده هنتكلم عن الديبيت تاني اللي هو رينال بايوبسي في الاندرلي بيشنت. هل لا دايجنوستيك يوتيليتي في الاندرلي بيشنت؟ السؤال ده جاوب بالاستادي دي كان رينال بايوبسي في الاندرلي بيشنت فيري اندرلي عملوا 235 عيان اكتر من 80 سنه والبايوبسي بتاعتهم بروسيسد. كانت ده ديستريبيوشن اوف ايج اللي اتعمل فيه كان في ناس فوق ال 80 ده الاسود ده اللي هو ال 100 وده ال 100 الاسود ال 100 وده ال 100 وكان ده ديفرنت ديستريبيوشن اوف ايج وصل لحد ايفن ناس عندهم 99 سنه عاملين بايوبسي. الانديكيشنز كانت معظمها اكيوت كيدني انجري او كورنيك كيدني امبيرمنت او نيفروتيك سندروم او اكيوت كيدني انجري نيفروتيك سندروم. ده الموست كومن بص بايوبسي دايجنوزس كان بص ايمن كومنوفلايتس والسكندري فيزيس والهايبر تنشن اوجين نيفروسي ودي الكوزز المختلفه نيفروتيك سندروم اكثر من ممبرنس والهايلودوس والنيمال تشينج. وكان قالوا ان هم بتموديفاي التريتمنت في 67% من الحالات وخاصة لو كانت الحالة بريزنتد باكيوت كيدني انجري او بريزنتد بنفروتك سندروم البايوبسي از يوزفل ان اندرلي بيشنت. الاستادي دي كانت سبورتد برضه باستادي ثانية وقالت نفس الكلام. طب اكوردنج للسيفتي بقى يعني احنا بنقول العيان ده غالبا هيخش بليدنج او كومبليكشنز الكلام صحيح؟ الاستادي اتعملت ابوت سيفتي اوف كيدني بايوبسي اندرلي كانت بروسبكتيف استادي وكان مقارنة بين الالدرلي واليونج. قالوا بس ان هو الجروس سيماتوري هي اللي كانت ستاتستيكال سيجنفكت هاير شوية في الالدرلي لكن نون اوف ويتش ريكوايرد بلاد ترانسفيوجن او انترفنشن وقالوا ان البيوبسي ريليتيفلي سيف والسم انكريز ان جروس هيماتوري. الكلام ده برضه كان سبورتد بريجستري من ايطاليا قالت نفس الكلام. اخر ديبيت بقى هنتكلم عليه اللي هو ريبيت رينال بيوبسي ان بيشنت وذ لوبس نفراكس اثناء الفرير واثناء كويسه انت لوبس نفراكس. ايه اللي هيجينس اثناء الفرير؟ البيوبسي دي عملت على 35 الاستادي اتعملت على 35 بيشنت وذ لوبس نفرايتس وذ وان اور مور بيوبسي. كلاس سويتش فيها كان مور في النون بروليفاتيف يعني دي الريفرنس بيوبسي اتعملت الاول كان بروليفاتيف ونون بروليفاتيف. البروليفاتيف كان حوالي 43 في الريبيت بايوبسي 41 منهم فضلوا بروليفاتيف واحد بس نون بروليفاتيف واحد بروميرس كلوز لكن في النون بروليفاتيف كان حوالي 6 الريبيت بايوبسي 5% خمسه منهم بقوا بروليفاتيف 1% فضلوا نون بروليفاتيف يبقى السويتش اكتر في العين اللي كان الريفرنس بتاعته نون بروليفاتيف. الالترنيشن في الايمونو سبريشن كان موجود اكتر في المجموعه اللي احنا كنا بنقارن اللي هي الايمونو سبريشن يعني ده الديسيجنز افتر ريفرنس بايوبسي افتر ريبيت بايوبسي هنا اكتر في المجموعه اللي بقى الايمونو سبريشن. وكان الكونكلوجن بتاعهم ان الرينال بايوبسي في اللوبس نفرايسز انديكيتد اونلي ان لو الريفرنس بايوبسي هي اللي كانت نون بروليفيت لان الكلاس سويتش فيها اكتر وممكن انا افويد اوفر ايمونو سبريشن. اللي كان ويز ريبيت بايوبسي كان بعض الاستاديز منها الاستادي دي اللي اتنشرت في 2011 على 156 عيان قالوا ان الكلاس سويتش موجود في حوالي 57% في لو الريفرنس كانت بروليفيتيف 50% لو كانت ممبرنس و60% لو كانت ميكس. وكان الكونكلوجن بتاعهم ان الانديكيت ذات وين ذير از لوبس فلير وذ رينال انفولفمنت ريبيت رينال بايوبسي از اوفن نيسيسري تو جايد تريتمنت. الكلام ده كان سبورتد برضه باستادي ثانيه منشوره في سنه 2012 على 44 عيان الباثولوجيكال ترانزيشن كان في البروليفيتيف حوالي 35% في الممبرنس حوالي 100% وفي الميكس حوالي 18%. وكان في تشينج في التريتمنت في حوالي 34% من العينين وخاصه المجموعه اللي كان اللي كنا ناوي فيها ازود الميون سبريشن. وكان الكونكلوجن بتاعهم ان الباثولوجيكال كونفرشن وز بريفلنت ان بيشنت وز لوبس نفرايتس وريبيت بايوبسي مي بي هيلفول تو افويد ان نسيسري انكريز الميون سبريشن. وبدا كمان يتكلم ناس على بعض الناس تتكلم على بروتوكول بايوبسي زي الترانسبلانتيشن منهم الاستادي اللي منشوره في 2013 ان الريبيت بايوبسي محتاجها. طب هل محتاج اعمل ريبيت بايوبسي في البيشنت ويز كويس انتروبس نفرايس؟ في بيبر منشوره او استادي منشوره في 2014 في اللوبس على الموضوع ده. 25 هيسبانيك ويز لوبس نفرايس بايوبسي 3 تايمز. اول حاجه از ذا ستارت اوف ذا ديزيز وبعد كده 6 مانس افتر انيشال سيرف عشان نشوف ريسبونس
بعد كده at least 24 months after clinical stability عشان اشوف ابدا اعمل withdrawal من السبريشن ده. الريزلت بتاعتهم دي البيوبسي 1 2 3 كان فيه امبروفمنت طبعا للكرياتين، كان فيه امبروفمنت للبروتينوريا وامبروفمنت للسي سي او سي 4. على مستوى الباثولوجي كان فيه امبروفمنت في الاكتيفيتي اندكس وزياده في كورنست اندكس، لكن كانت زادت عن 6 شهور واستابلايزد بعد كده ما كانش فيه تشينج. طبعا مستوى الاكتيفيتي كورنست اندكس لو حاجه غريبه جدا ان دولت دي الاكتيفيتي كورنست اندكس دولت عن هو الكومبليت ريسبوندر، ايفن حتى الكومبليت ريسبوندر في نسبه منهم حوالي 40% عندهم ستيل ماركت اكتيفيتي اون بايوبسي، والبيشنت ويز بارشال ريسبونس نسبه منهم حوالي 40% برضه موجود عندهم نو اكتيفيتي. اكوردنج للكورنست اندكس ايفن بيشنت ويز كومبليت ريسبونس حوالي 30% منهم ستيل هافينج هاي كورنست اندكس. والريزلت بتاعتهم قالت ان الامبروفمنت مع السايكل في السمايل از ريجارد للتشنج في الاكتيفيتي اندكس بعد التريتمنت على غير اللي كنا احنا عارفينه واحنا بنقول الام ام اف ايكويفالنت للسايكل في السمايل، لو الامبروفمنت في الاكتيفيتي اندكس مور الاكتيفيتي اندكس هاير الامبروفمنت مور مع السايكل في السمايل والكورنست اندكس الاثنين تقريبا زي بعض. وكان الكونكلوجن بتاعهم ريبيت بايوبسي مي بي يوزفول ان ميكينج ذا ديسيجن تو ويزدرو اور تو كونتينيو مينتنس اميون سبكشن. فالموضوع صراحه فيه ديبت كتير، هل البروتوكول بايوبسي ده طبعا الاسئله اللي طرحها الاستاذ الدكتور ميجيد نحاس، هل البروتوكول بايوبسي ريكومندد في اللوبس نفرايتس، هل الفيلير شوت انديكيت ولا شوف الريفرنس لوبس كانت ماشيه ازاي. فاينالي تيك هوم مسج البايوبسي شوت بي انكارجد ان دايابيتيك بيشنتس اندر سيركمستانسز اور اندر سيرتن انديكيشنز. ادفانس ايج الون شوت نو لونجر ميك فيزيشن ريلكتنت تو دو رينال بايوبسي. ذا بروسيجر كونفرجن از بريفلنت ان بيشنتس وذ لوبس نفرايتس فيلير اند ريبيت بايوبسي مايت بي هيلبفول تو افويد ان نيسيسري انكريز اميون سبريشن. بروتوكول رينال بايوبسي ان لوبس نفراس از ستيل ان اوبينيون نيدنج فرزر ايفالويشن. ثانك يو. شكرا دكتور محمد على البرزنتيشن ده. انا كنت اتمنى قبل ما اسيب المجال للدكتور عبد المجيد عشان نستمتع بالاكسبيرينس بتاعته، كنت اتمنى ان البرزنتيشن يبقى استراتيجيك، يعني الحاله تقدمت لوبس سيستميك لوبس وفيها هيماتوريا، يبقى الكلام كله في البايوبسي على اللوبس. يعني هسالك ثلاث اسئله وبعدين اسيب الاستاذ دكتور عبد المجيد يران الدسكشن. السؤال الاولاني، الحالة اللي اتعرض ليها هتعمل لها بايوبسي ولا تعملهاش؟ اتعرضت عيان في سيستميك لوبس ارسيماتوزس واضح وفي هيماتوريا، هتعمل بايوبسي ولا تعملهاش؟ هيماتوريا في حياتك موجود هنا الامبيرمنت في بس على البايوبسي. انا عاوز كلمة بايوبسي نو بايوبسي. طيب الحاجة التانية، امتى تعمل بايوبسي في حالات اللوبس؟ يعني لو العيان ريفيرد ليك كنفرولوجيست هتعمل له امتى ايه؟ يعني الحالات مين اللي ما تعملهاش بايوبسي؟ مين اللي ما عملهاش بايوبسي؟ اه مين عملها بيوصل بقى نفسه؟ بس مين اللي هتعمله ولا تعملوش؟ اللي عملها بيوصل طبعا في بروتينوريا مورزن 0.5 جرام تمام؟ رينا الامبيرمنت اون اكسبلين تمام؟ في اكتف سيدمنت بروتينوريا مع هيماتوريا. طيب الان 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 ريبيتنج بايوبسي، هتعمل ريبيتنج بايوبسي ولا ما بتعملش ريبيتنج بايوبسي؟ الريبيت بايوبسي بنعملها لو الكلينيكال بيكشر مش ماشيه مع الاكسبكتد باثولوجيكال ديجنوز. طيب لكن احنا محتاجين نعرف جايد لاينز او ستاندرز. انا اكتفي برايك ده لان ده البراكتس اللي انت بتعمله وهنسمع راي الاكسبيرت اللي هيوضح اللي هيحط له اربع حروف. اتفضل. ثانك يو فيري ماتش الف شكركم والسلام عليكم الاول، كل سنه وانتم طيبين وشكرا على الدعوه الكريمه، وانا سعيد جدا ان انا معاكم النهارده مستشفى المنصورة بطن التخصص. Thank you محمد. Good presentation as usual. يعني ده موضوع طويل to biopsy or not to biopsy، بس هما ثلاث نقط مهمين. أول نقطة diagnostic، هل البيوبسي هتساعدنا في الدياجنوستيس ولا لا؟ ثاني نقطة prognostic، هل البيوبسي زي ما محمد قال؟ والثالثة therapeutic، والثالثة أهم واحدة يعني to which extent البيوبسي will change your management. لو كنت انت بس يعني كيوريوس وعايز تعرف دي كلاس 2 دي كلاس 3 وكده ولا كده مش هيغير العلاج، برضو في نقطة الريسك ضد البنفيت لازم تخش في الاعتبار. ف briefly to take the diabetic nephropathy one. Very often people do a kidney biopsy in patients with diabetes because they have proteinuria and hematuria. ويقولوا الانديكيشن للبيوبسي ان كان عنده hematuria. ما تنسوش ان 60 ل 65% في المية من الناس اللي عندهم diabetic nephropathy عندهم microscopic hematuria. فالhematuria لوحدها is not an indication. النقطة الثانية اللي قلتها اللي هي duration بتاعت الدايابيتس. ده يطبق على type 1. على type 2 it's much more difficult to know the onset of the disease. And you see patient presenting with 2 or 3 year history of type 2 diabetes mellitus وهو ديزيز يمكن 10 سنين وعندهم all the microvascular and the macrovascular complications of diabetes. So it becomes a bit difficult. Thirdly,
They always say 33% of patients with diabetes have non-related kidney disease. In my experience, it's a very, very, very small minority. والمشكلة اللي عندكم في مصر قلة الاميونوفلوريسنس وقلة الالكترون مايكروسكوبي. فهتلاقي diabetic nephropathy وفيها mesangial proliferation. هتقول دي glomerulonephritis مختلفة. لا, الdiabetic nephropathy بيبقى فيها mesangial proliferation. هتلاقي thickening of the basement membrane, هتقول دي membranous. لا, diabetic nephropathy characteristic بتاعها thickening of the basement membrane. So unless you can do immunofluorescence, والimmunofluorescence حتى مش هيكفي. أقول لك ليه, لأن diabetic very often you get non-specific staining and sticking of immunoglobulin. هيقول لك membranous وده non-specific. But you need electron microscopy. So unless you can do the full range, you will not get in Egypt the difference between non-diabetic renal disease. نرجع للupus. السؤال ده الحالة دي interesting because your first reaction is a wooden biopsy. فالدكتور حسين كالعادة وقعك ومحمد كالعادة presentation بتاعته very complete and comprehensive فقال لك don't biopsy. Paradoxically in lupus, the cases which are clear-cut, يعني rapidly declining kidney function, heavy proteinuria, active sediment, lupus activity, ده يعني خلاص معروف إنه هو يا class 3 يا class 4. اللي عنده heavy proteinuria وما عندهش hematuria وعنده شوية hematuria والkidney function preserved, هيبقى class 5 هنقول membranous. Surprise! والمفاجآت بتيجي في الحالات دي, واحدة شابة lupus active شوية hematuria تقول دي ما عندهاش حاجة, تروح عمل biopsy تلاقي class 3 وتلاقي significant proliferative changes that may change your management. So if I was a betting man, I would say that this patient has a proliferative lesion, has probably class 3, because if she had class 4 you would expect impaired kidney function. ولما بتقول normal kidney function ال EGFR, انت قصدك على EGFR مش creatinine ولا قصدك على ايه في الحالة دي؟ الكرياتينين النورمال هتبقى ممكن misleading, والجي اف ار عندها 24 سنة, لو الجي اف ار حاجة 40 ممكن الكرياتينين تبقى مازال في حدود النورمال رينج. ف I would suspect that she has class 3 proliferative lupus nephritis. بس so I would biopsy in this case. احنا لما بجينا البيشنت ريفيرد systemic lupus وريفيرد ان الفور سيرفيس, الوقت كان زمان كنا بنخاف من البيوبسي, دلوقتي بقت البيوبسي مور ليبرال في حالات لقيناها بتجايد المانجر زي ما الدكتور عبد قال, انت ممكن تتفاجئ ان دي كلاس 3 ولازم نتفاجئ. وفي بعض الناس في الباثولوجي بحط تيرم اسمه انفريتيك نفرايتس. كلمه انفريتيك نفرايتس يعني تبقى الباثولوجي مولع في اكتيفيتيز كبيره جدا والعيان الكلينيكال بسيط. فوليفر العيان جالك الوقت بقى ترند النفرولوجيست بيعملوا العيان اللوبس, وبعدين تعالى الثريشولد 500 ملي جرام بروتين او كرياتين او كرياتين, لكن هي ما تقولش يعني انا هعمل بايوبسي في الحاله دي. اخر نقطه بس بالنسبه للشينج ان مانجمنت, وي اولويز ثينك اوف شينج ان مانجمنت ادينج immunosuppressive agent. It is as important to stop immunosuppressive because we probably kill and cause more and more side effects and morbidity and mortality with our treatment من lupus nephsu. So sometimes stopping treatment is as important for decision making than starting treatment. احنا في بعض الناس بيعملوا الاس ار ويعتمدوا على السيدمنتس اكتف سيدمنتس, وحاليا وقت فيه في الليتريتشر بيت فولز في استخدام كل من الاس ار والسيدمنتس في الديسيجن ميكنج هاو تو تريت او نوت تو تريت لوبس. رايح حضرتك احنا ما بنعملش سيدم, كنا بنناقش النقطه دي لما كنا عاملين ندوه من يومين في القاهره اللي هو اليورين مايكروسكوبي والديسمورفيك ريد سيلز. الحاله بتبقى واضحه يعني لوبس اكتف سي 3 واتي سي 4 واتي هيماتوريا, يعني هيبقى الهيماتوريا اللي عندها 24 سنه سببه ايه؟ ما عندهاش بروستاتيك هايبرتروفي, ما عندهاش بلادا تيومر, ممكن يبقى عندها يو تي اي, سو يو رول اوت يورين تراكت انفكشن. لو ما فيش يورين تراكت انفكشن واللوبس اكتف اغلب الظن اللي هي ماتيريا جلوميرولا اي اس ار وسي ار بي. البيكشر عاده بتبقى فيها اكتر من عامل واحد. يعني حضرتك اكسبيرت
We don't rely too much on ESR, to be honest. We rely more on CRP. Don't forget, in England, we don't see as many lupus as you see in Egypt. اللي احنا بنشوفهم في انجلترا وفي اوروبا عامه انكا اسوسييتد فاسكولايتس كل اسبوع بنشوف 2 3 انكا لوبس لو شفنا واحد كل شهر يبقى كويس هي النقطه اللي الناس بتعمل اوفر استيميشن للفاليو بتاع الاي اس ار وبيعملوا اكتر ما يحتمل وخاصه احنا اتعلمنا في بابا زمان الاي اس ار فوق ال 100 انا ادور على بريد السكرات ده بنلاقي فوق ال 100 ده في حالات المنوريا والنفروتي والكلام ده فيري فيري كومن فالاي اس ار الاي اس ار ملوش فاليو في المانجمنت ولا الفولو اب ولا بعتبره حتى البوينت اوف ذا باتلز يعني اللي بتحطها معاك يعني اعتقد انها يعني مش لازم اصلا مش لازم ان نبعد النويز والانزايتي للبيشنتس يعني بس اللي احنا معناه ملوش اي قيمه في الرقص نقطه اخيره انا قاعد عليها في الباسورج بتاع الدايبيتس انا كنت متخيل وانا نايم مثلا او ضرب مساعد ان انا اعمل العيان دايبيتك هلاقي الباسورج دايبيتك نيفروباسي كده يبقى معناها انه ده خلاص دايبيتك نيفروباسي وانه لو انا هشكك في اكسترا باسولوجي او باسولوجي بره دايبيتك نيفروباسي دومين المفروض الكبده لقاها نورمال والاقي الباسورج بتاعها مش بالضروره ده انا ممكن اعمل بايوكسي الاسكليروس موجود والنيدر اسكليروس موجود لكن بالاي ام اللي هعمله الاقي انفستمنت ديفيوز انفستمنت فود بروسيس يبقى ده مينيمال اكشينج اون توب اوف دايبيتس او الاقي ار جي اي ديبوزيشن ار جي نيفروباسي اون توب اوف دايبيتس يبقى مش معنى وجود الداتا العاديه بتاعه دايبيتك نيفروباسي ان ده اكسكلوجن للنون دايبيتك نيفروباسي باثولوجي اللي موجود اوكي عشان ما عشان الوقت كاري اون انا عاوز بس الخص الكلام بس مهم جدا للدكتور عبد المجيد ان احنا بنعمل بايوبسي whenever we expect a change in decision تمام يعني this is the best biopsy و الديسيجن بتاع to do or not to do biopsy بيعتمد على حاجات ثانيه مدى الريسك اللي في البيشنت يعني لو البيشنت ريسكي ممكن اغير الديسيجن بتاعي الاكسبرتيز بتاع اللي بياخد البيوبسي يعني لو واحد بيعمل مشاكل وبياخد بيوبسي كتير فاقول ان دو بيوبسي الا لو كنت محتاجه قوي فكمان الانتربريتر بتاع البيوبسي نفسه وجود الفلوريسنس والليتو مايكروسكوبي دي كلها حاجات ممكن تاثر في الديسيجن ميكنج. النقطه اللي اتفضل بسرعه بجد واحب ان هي تبقى بس تكلير الهيماتوريا في الدايبيتك الهيماتوريا ما عادش زي زمان الهيماتوريا ما عادش كنت الهيماتوريا دي انديكيشن لبيوبسي يعني الهيماتوريا في الدايبيتك ما عادش بنفس الفاليو القديمه لان كانت كنا بنمشي عليها واحنا نواب كده هيماتوريا يساوي بايوبسي في الدايبيتك لا زي ما الدكتور عبد المجيد قال تلتين الدايبيتك عندهم هيماتوريا فنبقى كيرفول هو بس موضوع البروتوكول بايوبسي في اللوبس نفايس ده رايح حضرتك فين؟ هل فعلا البروتوكول ده اخر سؤال هي هات فاليو ولا النقطة المهمة اللي هو هات فاليو كل البريدكتيف تيست اللي انت حطيتهم ان ايزوليشن يعني اذا عملت بايوبسي هلاقي بس هو ما بيقولكش ان لو كومبلمنت واطي ولو مش عارف ايه بروتينوريا عاليه هتلاقي انه دازنت اد فاليو سو انا الاناليسيس وقال ان هو ما سيجنفيكانت ما لهوش اي سيجنفيكانس يعني سيجنفيكانت وي دونت دو اي بروتوكول بايوبسي اند بس اوقات وي ري بايوبسي علشان نقطه هي بروجريشن بتاعت اللوبس ولا بروجريشن بتاعت الفايبروسيس؟ لا 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 احنا في سؤال سؤال محمد كان بيقول لي خلاص هيقول بايوبسي محمد بايوبسي كمان كنت عايز اسال هل الحاله اللي احنا عرضناها دي لو كان الليفر في اندر ستراند غير كده هل ده هيأثر على قرار بايوبسي يعني البروجريشن كان كويس او اندر ستراند عادي دبل فولد او نورمال هل ده كان هيأثر على قرار بايوبسي؟ لو كان اللوب السيرولوجي نورمال يعني الدبل ستراند الواطي والكومبلمنت نورمال وعندها هيماتوريا يو كان ويت بهام 3 مانثس اند ريبيت ات وشوف هيحصل ايه انما الكومبلمنت واطي او سي 3 وسي 4 واطي والدبل ستراند العالي مش كده في الحاله هنا الله يسعدك فاللوب از اكتف وفي هيماتوريا فالواحد حاسس whenever you find blood in the urine it's likely that there is a proliferative lesion Whenever you find protein in the urine, it's likely that there is a basement membrane for the side lesion. So whenever you find hematuria
in glomerular hematuria, it's a sign of a proliferative glomerular lesion, whether it's mesangial proliferative or whether it's more aggressive. Whenever you find proteinuria, it tends to be more a sign of a podocyte or basement membrane abnormality. So in membranous, whenever you find hematuria, mahanitu na'anda a membranous lesion with mesangial proliferation. وبس في النهاية كده سريعا على الرغم من ان كان المعظم اجنس البيوبسي اتعملت وفعلا المفاجأة انها طلع فيه مايلد ميزانجيال ثيكنينج وكان فيه مايلد غيرين بيسمنت فبريت ثيكنينج وتش قصف على المال كلاس 3 فده ندور بس عشان نعرف هل احنا قرار البيوبسي كان صح او غلط فادينا البيبر دي اتعملت في ايران 12 في 2009 كان من بوبس كلينيك جمعوا حالات ما بين سنه 1981 لغايه 97 كانوا حوالي 700 حاله لوبس نفرايتس 30 منهم كانوا البرزنتيشن بتاعهم ايزوليتد هيماتوريا 19 من الايزوليتد هيماتوريا دول اللي اتعمل لهم بايوبسي طلعت نتيجتهم كانت ما بين كلاس 3 60% كلاس 4 حوالي 5% بس وكلاس 2 كان حوالي 20% الريكومنديشن الاخير للبيبر دي كان ان احنا ايزوليتد هيماتوريا از انديكيشن اوف بايوبسي whatever the level of complement of under strength any activity marker يعني ايزوليتد هيماتوريا by itself is indication for بايوبسي is simple of speech انا اعتقد بعد كلاس 1 تريتد بكذا يعني كلاس 1 و 2 ومفيش نفروتيك مفيش بروتينوريا انا ما بضيفش من سبريشن كلاس 6 ما بضيفش من سبريشن كلاس 3 لها بروتوكول وكلاس 4 لها بروتوكول وكلاس 5 لها بروتوكول سرون جهاز المانجمنت دلوقتي بقت كلاس بيست فانا شخصيا الدكتور عم يدعي على هذا الكلام من مدرسه العيان نعمل ليبرال بايوبسي مشكلة البيوبسي انها بتعملك مفاجآت زي دي وبعد كده بقى تخش في نقطة العلاج يعني انت دلوقتي خلاص اتزنقتش يعني انما لقيت كلاس 3 زي ما الدكتور حسين بيقول فبالتالي البروتوكول بيقول لك لازم تديله ايميونو سبريشن ديول ثيرابي عند 24 سنة يمكن متجوزة يمكن عايزة حمله وهكذا هنخش في كذا حاجة والبروتوكول بيقول لك كلاس 3 تعمل كذا كذا بس ما بيقول لكش كلاس 3 with isolated hematuria alone or class 3 with heavy proteinuria or class 3 with GFR of 40 هنا عندك حالة class 3 isolated hematuria no more renal function no proteinuria فهل هتديها full immunosuppression ولا لا فانتو عملتو ايه it seems you'd like to credit this okay? انت عايز تعمل كريتيسايزيشن استعمال الجايد لاينز من غير تفكير فاحنا عايزين نقول الجايد لاينز باك جراوند ادفايس مش يعني لازم تطبق مش قرار فبالتالي ناو يو هاف تو بيرسوناليز ذا تريت حضرتك اتس ا ديفيكولت وان معلش يعني ايه We see, I think, cases of biopsy, عشرات. يعني يمكن كل يوم بشوف عدد يومياً ويشوف. We see cases, new cases of lupus. كمان يعني عاوز أخش في. بس يعني سؤال بسيط. You treated your patient, okay? إيش في عيان زي كده؟ إيش لايك ذات؟ With this hypocomplementemia, under the strength very high. Patient coming with rash, with marked arthritis, you will treat this patient but with different scenario, with certain scenario. When you did biopsy, is this scenario been changing? I think in a patient with isolated hematuria like that, me personally, I would say I'm not biopsy this patient. I will give steroids and I will see the response. I mean, you have the main presentation of your patient is extrarenal. So the determinant to give or not to give, what dose of immune suppression here, it is the extrarenal manifestation. You have a strong extrarenal manifestation. It will guide me. It is sufficient for me to give strong immune suppression. If the patient have latent extrarenal manifestation and coming with hematuria, possibly I will do biopsy. But here, having this strong extrarenal manifestation, I will start treatment without biopsy, me personally.
بس احنا بدأنا كومباينيشن ما بدأناش بالسترويد بس البيوبسي هي اللي خلتنا نبدأ كومباينيشن. ما برضو الجايد لاينز اللي الدكتور عبد المجيد بيقول انت حكينا تو جيف سنساب تو جيف سايبوسفامايد ده في عيان ايسوليتد هيماتوريا برضو يو هاف تو جيف تشانس فور سترويد الون اند تو سي وات ويل هابن. كلام يعني ممكن يمشي لو الواحد keeping an eye on the patient. يعني if you are seeing the patient every 3-4 weeks every month والأمور ماشية كويس مفيش progression بروبنيريا مظهرتش كريتم بعلاج أعتقد we are doing well to some extent. إلا بقى لو بيوبسي بطلعنا إن في progressive fibrosis بيحصل رغم إن مفيش change في الموضوع. مشكلة مصر إن ال مش sorry مشكلة مصر إن ال follow up is not always مشكلة مصر إن الفولو أب is not always consistent. هتروح لحكيم تاني أو لوحدة تانية أو لبلد تاني وحيقول لها إزاي ده أنت عندك كلاس 3 ودول مع الجوكيش دول مقصرين ودول ما ترجع لهمش وهكذا وهكذا. So it's a difficult one. Would I treat her or not? If I could follow her up and see her again in 3 months time, I would wait. I'll make sure her renal function is normal. If she develops anything else, as Mohamed said, proteinuria and decline in kidney function, I would then give her CellCept. But don't forget, you have to also weigh the risk of the medication with benefit and normal kidney function. Don't forget to give her hydroxychloroquine because that's a useful adjunct as well. So there is no dogma. There's no dogma. We don't want to be a guideline and apply it regardless of who you treat. Individualize, patient, treat. ان احنا نعمل بايوبسي مور ليبرال عن زمان. والحاجه الثانيه احنا سولو جلاس فعلا ان احنا مش ماسكين العيان معانا وفولو اب العيان ممكن يمانيبليت المانجمنت. شكرا جزيلا. شكرا شكرا لكم كريم. شكرا دكتور حسين. محمد صبحي.